مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج حوار اليوم. وفقا لتصريحات صادره عن منظمات دوليه وجهات متخصصه في الاقتصاد، تصدرت تصريحات تشيد بما حققه الاقتصاد المصري من طفرات رغم التحديات التي يواجهها والناجمه عن ازمات دوليه واقليميه. فعلى مدى السنوات القليله الماضيه ووفقا لاستراتيجيه ممنهجه، نجح برنامج الاصلاح الاقتصادي في حمايه مصر من الوقوع فريسه لتداعيات وازمات عالميه على راسها جائحه كورونا والحروب في العالم والصراعات الاقليميه. وتقديرا للوضع الاقتصادي المصري القادر على المواجهه، جاء توقيع الشراكه الاوروبيه المصريه مؤخرا، والذي يعد انطلاقه جديده لوضع اقتصادي مصري مبشر ويعكس توقعات دولية بانتعاشة كبيرة للاقتصاد المصري ومسيرة التنمية المتواصلة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم. للحديث عن التوقعات الدولية بانتعاشة كبيرة في الاقتصاد المصري عقب توقيع اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، شرفنا أن يكون مع ضيفي الكبير الدكتور محمد الكيلاني، أو محمد كيلاني، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء. نورنا دكتور، اهلا بحضرتك. وصحتك طيب. اهلا بيك يا فندم استاذ مشاهد. اهلا بحضرتك. خلينا في البدايه نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذا الحوار، فابقوا معنا. رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري أرسلها الاتحاد الأوروبي بتقديمه تمويلا لمصر بقيمة 7,400,000,000 يورو على 3 أعوام. جاء ذلك بعد الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين المصري والأوروبي، حيث ناقش أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل في العديد من المجالات مثل توطين الصناعة والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي ونقل التكنولوجيا والتدريب. كما تم تناول التعاون في مجال الطاقة خاصة إنتاج الغاز الطبيعي، فضلا عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وغيرها. التدفقات الدولارية الأخيرة تسهم بشكل فعال في زيادة مرونة الاقتصاد ومعدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي إزالة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تعمل على تغيير النظرة لدى المؤسسات الدولية على زيادة قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية كافة فيما يتعلق بفوائد وأقساط الديون الخارجية، بما يقلل من درجة المخاطر الائتمانية وزيادة الطلب على أدوات الدين في الأسواق الدولية. ويعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر، حيث يمثل حوالي 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر، بينما يعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا المستثمر الرائد في مصر، حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو، تمثل حوالي 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وتظل مصر ثاني أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفي الاستاذ الدكتور محمد كيلاني، استاذ الاقتصاد وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء. دكتور، يعني دائما ما نسمع شراكه مصريه صينيه، شراكه مصريه روسيه، شراكه مصريه ايطاليه، شراكه مصريه المانيه، شراكه مصريه افريقيه. نحن نتحدث الان عن شراكه مصريه مع الاتحاد الاوروبي. بدايه، ما معنى شراكه يعني؟ وما هي مجالات هذه الشراكه يعني؟ منذ أزمة فيروس كورونا، خلينا أخذها من البداية، يعني منذ أزمة فيروس كورونا العالم يعني بدأ يأخذ منحى آخر في سبيل بناء تكتلات اقتصادية، بناء تكتلات سياسية، عمل نوع من التشاركات في الاقتصاد، عمل نوع من الموائمات في مسألة الأزمات، لأنه أزمة فيروس كورونا أثبتت للعالم كله أنه موازنات الدول هشة في مواجهة الأزمات، وبالتالي مفيش دولة تقدر تعتمد على نفسها، لابد من انضمام بعض الدول لبعضها البعض، ان مجموعة من الدول بتجمعها جنس او عرق او موقع جغرافي او اي شيء من الاشياء
زي قطاع صادرات، زي مجموعة من الدول بتزرع منتجات معينة، مجموعة من الدول بتصنع أي أشياء، عندها مواد بترولية. فبدأوا تحدث دراسة في الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية أنه لابد من أن يكون هناك تشارك في الاقتصاد، أو الاقتصاد التشاركي. الاقتصاد التشاركي أنه لابد أن تتحقق الاستفادة ما بين كل الدول بعضها البعض. أنت عندك ميزة نسبية في المواد البترولية، فأنا عندي ميزة نسبية في قطاع الصناعة، عندك ميزة نسبية في الزراعة، أنا عندي ميزة نسبية في الصناعات التحويلية. دي كلها بتعتبر بلا شك هو بتعطي مفهوم التشارك. مفهوم التشارك انك انت النهاردة بتبدأ في مرحلة جديدة، انك انت تضع المميزات اللي عندك في اقتصادك، تشوف ايه الموقع الجغرافي اللي عندك وايه المميزات اللي ممكن النهاردة تحطها قدام اي مستثمر، وتقول له انا هعمل لك صناعة، انا هعمل لك بنية تحتية، هعمل لك بنية مرفقية، هأسس لك بعض اللوجستيات اللي ممكن تساعدك بشكل او باخر انك انت تيجي تبني عندي صناعة، وانا في نفس الوقت يكون في تبادل ما بين رجال الاعمال اللي عندي، او ان انا النهارده هنقل لك خبراتي واستثماراتي عندك، بحيث يكون في نوع من التشارك بين هذين الدولتين او بعد مجموعه من الدول. في نهايه المطاف انت بتحاول بشكل او باخر تصل الى شيء مهم جدا، انك انت يكون عندك اتفاقيات تبادليه. يعني لو انا النهارده بصدر لحضرتك مواد اوليه او مواد مكتمله الصنع، هيكون ليا تعريفه جمركيه تفضيليه. لو انا النهارده بستورد من حضرتك اشياء مواد اوليه او مواد خام او مستلزمات انتاج او مدخلات صناعه، هيكون ليا معامله ضريبيه تفضيليه. دي في نهايه المطاف. تمام. حتى انها تيسر على بعضها البعض. خلينا نتكلم على المشهد، مشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء ورؤساء وزراء لدول لدول اوروبيه. شفنا يعني اكثر من رئيس وزراء لدوله. وهنا نتحدث عن لماذا مصر يا دكتور حضرتك؟ حضرتك في مستهل حديثك تحدثت عن ميزه، يعني علشان اعمل شراكه معاك يبقى لك ميزه بقى في الزراعه، ميزه في الصناعه، ميزه كسوق، ميزه كموقع. لماذا مصر وهذه الشراكه والان؟ يعني منذ انضمام مصر الى مجموعه البريكس بدات كل مراكز الابحاث في العالم كله تدرس هذا الموضوع بشكل او باخر، لانك انت مش بتتكلم على مصر بتتخطى 100 مليون نسمة، لا، انت بتتكلم على مجموعة بريكس بيصل عدد السكان اللي فيها الى 400 مليون نسمة، مع المليون اللي موجود في مصر او اكتر. فانت النهاردة بتتكلم على قطاع استهلاكي او سوق كبير جدا عبارة عن 500 مليون نسمة، لان مصر جزء من مجموعة البريكس. وبالتالي النهاردة لما انت بتستهدف مصر في صناعات، وبتستهدف مصر في صناعات تحويلية وعمل استثمارات، ده هيعود بشكل او باخر على انك انت هتصدر كل هذه العلامات لمجموعة البريكس، وتقول ان انا عندي معدل تبادل كبير جدا ما بين احد الشركاء الاوروبيين في هذا النمط. الفكرة كلها انه انت اشتغلت بشكل جيد جدا منذ عام 2015، وبدات تسلط الضوء على كل المعوقات اللي كانت بتقابلك. كنا في مؤتمر استثمار افريقيا عام 2015 في شرم الشيخ، كانوا كل المستثمرين او يعني اغلبهم بيسالنا، هو التشريعات عندكم لسه من سنه 98 و97 و96؟ انت عندكم قانون 8 لسنه 97 اللي هو قانون الاستثمار الموحد او ضمانات وحافظ الاستثمار، وهل انتوا النهارده ما زالت الكهرباء بتقطع عندكم؟ هل انتوا عندكم طرق ممهده وبنيه تحتيه؟ بيسالونا هذه الاسئله. انت النهارده بشكل او باخر بدات تكسر كل هذه المعوقات، بدأ عملت بنيه تشريعيه قويه جدا، عملت محفزات ضريبيه ومحفزات جمركيه وتسويه منازعات، وبدات تقول لكل المستثمرين حول العالم كل الاليات اللي انت النهارده ممكن تروح للصين او تروح للنمور الاسيويه او لاي دوله في العالم عشان تستثمر فيها، انا عملتها لك في مصر. وبالتالي انت النهارده كبنيه تشريعيه قويه جدا انت حطيت على مائده الاستثمارات لكل المستثمرين في العالم. تاني حاجه والحاجه المهمه جدا، انك انت قضيت على البيروقراطيه بنسب كبيره جدا، يعني لم نقضي عليها بالشكل الكامل، لكن انت مشيت في الطريق السليم حتى تصل الى نهايه المطاف. بدات تعمل اقتصاد تكنولوجي تحول وتحول رقم ما بين البي تو بي والبي تو سي. بدأنا مرحلة البي تو بي اللي هو ما بين الحكومة، بين الشركات العملاقة جدا في مصر أو شركات قطاع الأعمال، بحيث أنك أنت النهاردة يكون في ربط التكنولوجي وتحول رقم قوي جدا يأهلنا لأن احنا نربط ما بين كل هذه الشركات والحكومة بين المواطن اللي موجود في مصر. ده كله أثر بشكل أو بآخر أنك أنت النهاردة في وجهة يعني استثنائية للاستثمارات، بتشوف رأس الحكمة، بتشوف الاتحاد الأوروبي، هتشوف استثمارات أخرى. هنتكلم عليهم بالتفاصيل. دي كلها تعتبر بلا شك أنت فتحت شهية المستثمر. تمام.
فتحت شهية كل الدول اللي ممكن الأرض تجيلك وتفتح معك علاقات اقتصادية. دكتور محمد، هنا بنتكلم على تمويل بقيمة 7,400,000,000 يورو على مدار 3 أعوام. هنا هل التمويل ده خاص بقطاعات معينة، وهل هي قروض، وهل هي منح؟ يعني عايز اتكلم هنا على التزامات الدولة المصرية ازاي هذا المبلغ ايه بالظبط. يعني الاتحاد الاوروبي في بداية المطاف، خلينا ناخد بس جزء بسيطة وهجاوبك على السؤال. الاتحاد الاوروبي بدأ بعدد 6 دول سنة 1992، وكانت الوجهة بتاعته في البداية ان هي وجهة سياسية، نعمل تجمع كده سياسي ويعني نضم بعض الدول اللي عايزة تقدم طلب وتنضم. في عام 2023 وصل عدد الاتحاد الاوروبي عدد 27 دولة. طيب الاتحاد الاوروبي يقع في القارة الاوروبية، مساحته كام؟ مساحته بتصل الى 6,000,000 كيلومتر. الستة مليون كيلومتر دول بيشكلوا تقريبا 42.7 من القارة الاوروبية. عدد السكان فيه بيصل الى 450,000,000 نسمة في الاتحاد الاوروبي. تقريبا كل اللغات اللي يعني الاجناس اللي بتتشكل في الاتحاد الاوروبي بيتحدثوا 27 لغة. دي معطيات اولية انت ممكن اي او أي يعني المشاهد يسأل انا بقولها ليه. انا بقولها لان انت النهاردة بتتكلم على سوق كبير جدا، مجموعة من الدول فيما بعضها بتشكل قوة كبيرة جدا، قوة صناعية وقوة تكنولوجية وقوة في التعدين وفي البترول وفي بعض الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة وصناعة السيارات والصناعات الكهربائية، آليات حديثة جدا بدأوا يخشوا فيها بشكل او باخر. الفكرة كلها انه هي شايفة انه في هذا التوقيت وانه مصر بتمر بأزمة، أزمة بتتعلق بانه في حالة من التضخم وان في حالة من تشديد النقد في البنك المركزي الاوروبي، وبالتالي احنا مربوطين بالدولار فهنرفع فائدة، فدي هتأثر على عجلة الصناعة عندنا، لان اي مستثمر النهارده لو عايز يعمل توسع في مصنعه، عايز ياخد قروض من احد البنوك العاملة في مصر، فاسعار الفائدة فينا فندم عالية جدا، فمش هيروح وياخد تمويلات، فدي ممكن تكون يعني حجر عصرة في مواجهة او ان هو يتقلد مراتب كبيرة او يعمل هيكلة لصناعة او يستورد مستلزمات بشكل او باخر. دي اول حاجة. الحاجة التانية انه مصر بتمر ايضا بأزمة عصيبة، لانه في فترة يعني ازمة فيروس كورونا وتابع الازمة الروسية الاوكرانية وحرب فلسطين واسرائيل والازمة التجارية ما بين الصين وامريكا، كل هذه الازمات بتأثر عليكم بشكل او باخر. فهم قدامهم شاشة كبيرة جدا عبارة عن مصر، فيها ايه؟ فيها انه قطاع السياحة متأثر بشكل او باخر. كان بيجي لك 10,000,000 سائح من اوكرانيا وروسيا، هذا العدد قل لاكثر من 70%. طيب في ازمة في البحر الاحمر، وبالتالي النهاردة ايرادات قناة السويس وفقا لتصريحات السيد الرئيس السيسي وصلت الى 50% من اجمالي الايرادات، فانت متأثر. عندك ايضا مستلزمات وعناصر انتاج ومدخلات صناعة انت محتاج بشكل او باخر توفرها لي للصناع في مصر، لان النهارده الصانع النهارده لما ياخد هذه المستلزمات وينزلها السوق المحلي هيحصل ما يسمى بالتنافسيه، فالاسعار هتنزل، فده اللي احنا مش شايفينه، او ان المواطن النهارده بيسال برغم كل هذه الاجراءات احنا مش شايفين نزول في الاسعار، هو ده نتيجه لان المدخل اللي دخل الصناعه غالي جدا، فالمخرج اللي هيخرج هيكون غالي، وبالتالي احنا الدوره الماليه او الدوره الخاصه بقطاع الصناعه فيها تضخم مستورد بنسب كبيرة جدا، فبالتالي المنتج النهائي هيكون ايه فندم؟ هيكون غالي. فلما تعمل وفرة كبيرة جدا في مدخلات الصناعة وعناصر الانتاج دي هتساعدك بشكل او باخر انك انت تخفض الاسعار جوه مصر وتطلع منتج تكلفته قليل. ما اكيد، لانه هيحصل تنافسية، انا مصنع هيشتغل ومصنعك هيشتغل ومصنع الاخر هيشتغل، فالمنتج النهائي هيطرح في السوق فيكون الاسعار تفاضلية واسعار اقل. الاتحاد الاوروبي شايف انه مصر بتمر بازمة كبيرة جدا، وان مصر لها ثقل سياسي وثقل اقتصادي وثقل يعني كاصحاب رأي وثقل كأنها عضو في مجموعة البريكس، وكثقل كأن احنا النهاردة في الكوميسا وبعض المنظمات الافريقية، فهو شايف انه لابد من دعم مصر في هذا التوقيت. المبلغ الذي تحدث عنه الاتحاد الاوروبي في المؤتمر هو بيتشكل من 3 أشياء. الشيء الاولاني انه دي عبارة جزء منه عبارة عن استثمارات، يعني هما ما حددوش الارقام يعني لكل جزء، لكن هم قالوا التوتال كله ايه، عبارة يتلخص في 3 حاجات. اول حاجة هو الاستثمارات المباشرة، ان هم عندهم صناعات وعندهم استثمارات عايزين يجيبوها مصر، فالاستثمارات دي تقريبا هتاخد رقم معين من 7.4. تمام. تاني حاجة ان هم عايزين يعملوا نوع من
التنمية المجتمعية الإنمائية في مصر؟ يعني هم شايفين أنه في مبلغ لابد أن يوجه إلى التنمية المجتمعية، يعني مش هعمل استثمارات بس ولا هساند الصناعة ولا البعد الاجتماعي يكون موجود، دي حقيقة. ثالث حاجة والأهم أنه هم شايفين أنه مصر لها ثقل، يعني البعد السياسي بقى هو اللي مهم جدا بالنسبة لهم، أن مصر لها ثقل كبير جدا، ثقل في منع مسألة الهجرة، وأن هي النهاردة لها كلمة في مسألة الحرب الإسرائيلية وفلسطين، وبالتالي النهاردة مصر بتتدخل بقوة في الهدنة أو في وقف الحرب أو في أن احنا نصل إلى حل مرضي لكلا الطرفين. فكل هذه الإجراءات تعتبر فاتح شهية للاتحاد الأوروبي أنها تيجي في هذا التوقيت، برغم أن المبلغ كويس جدا ومرضي جدا للحكومة المصرية، لكن أعتقد الاتحاد الأوروبي له وجهة أخرى في الفترات القادمة. هنا ممكن نتكلم عن شراكة استراتيجية دكتور محمد؟ أكيد أكيد. الشراكة الاستراتيجية لها أبعاد أخرى، يعني ممكن كلفظ تقول عليها أن هي، يعني لحضرتك أنت يعني كلمت في ثلاث محاور هامة فيما يخص التمويل، ولكن بالتأكيد في بعد آخر، يعني 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 في مجمل هذه المحاور. يعني الحقيقة أنه من ضمن كتابات اللقاء جملة مهمة جدا من ثلاث، يعني ثلاث كلمات: الاستراتيجية، الشاملة، المستدامة. دي كلها بتعتبر بشكل أو بآخر فندم أنك أنت النهاردة عايز تحط قواعد للمرحلة المقبلة. قواعد بقى تتعلق بلعبة السياسة، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بمسألة الهجرة. عايز تقول للعالم كله أن مصر لها دور كبير جدا في منع الهجرة، أو أن يحصل تزاحم بشكل أو بآخر على الاتحاد الأوروبي. خلي بال حضرتك، ما النهارده لما يحصل هجره على الاتحاد الاوروبي ايه اللي هيحصل يا فندم؟ هيحصل فيه مزاحمه للمواطن الداخلي، يحصل فيه مزاحمه بشكل او باخر لعناصر الدخل، يحصل فيه مزاحمه لانه في قطاعات تتاثر، قطاع الصحه، قطاع التعليم، بعض القطاعات الخدميه. فهم مش عايزين هذا الامر، لانه ممكن هم على فكره اي دوله النهارده بتمر بازمه، اي دوله النهارده تصدر اللي عندها. بالظبط. فهي شايفه انه هي مش عايزه جديد، هي بتقول ان انا هسير بخطى متوازنه لفتره ما لحين تحسن المؤشرات بين العالم. خليني دكتور محمد اتكلم هنا على حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات دوليه عديده عن اهميه التنميه في دول الجنوب، وان هناك ما يمكن ان نطلق عليه مسؤوليه ادبيه من دول الشمال في تنميه الجنوب حتى لا تحدث معدلات بطاله كبيره فتحدث هجره شرعيه. هل هذا الامر في هذا السياق؟ الحقيقه انه منذ تقريبا عام 21 بدأ السيد الرئيس يلمح بشكل أو بآخر في المؤتمرات الدولية، أول تلميح لهذا الأمر كان في مؤتمر الأمم المتحدة أعتقد. الفكرة كلها أنه أنت بتحاول بشكل أو بآخر أن أنت ترسل رسائل إلى كل دول العالم، أنت النهاردة مضرور بشكل أو بآخر كقضية أولى، ناخدها كمثال، مسألة التغير المناخي، هل أنت مضرور منها أم لا؟ كل الدول النامية مضرورة بشكل أو بآخر من قضية التغير المناخي. طيب هو احنا النهارده لو قلنا في تعويض وقلنا في استثمارات سواء كانت بقى مباشره او غير مباشره، يعني كان بيقال في الامم المتحده ان هي هتعمل استثمارات مباشره في الدول الافريقيه او في مصر او في غيرها، وفي اراء اخرى بتقول ان احنا هنديهم اموال او نحول لهم بعض الاموال بحيث انها النهارده تقدر تعمل تنميه استثماريه وتنميه صناعيه، وفي بعض الاقاويل بتقول انها تسقط بعض القروض عن بعض الدول الافريقيه بحيث انها تستطيع مجابهه الايام القادمه. فانت النهارده بتحاول بشكل او باخر انك انت تحط هذا العالم الذي كسب كثيرا واربح كثيرا من التقدم الصناعي، من التطور التكنولوجي، من الاله اللي حدثوها بشكل او باخر وعباءه ارباحهم ضخمه جدا، وانت مضرور بشكل او باخر ولم تحقق ارباح، لم تحقق مكاسب، وما عملتش المؤشرات الكويسه جدا في الصناعه وفي الاستثمارات او في اي عجله انتاج. فبالتالي انت بتحاول تلمح كاحد القضايا المهمه جدا انه لابد من مسانده الدول الغنيه، لابد من مسانده الدول الكبيره جدا واللي اقتصادها قوي جدا للدول الناميه او الدول المتاثره. فاعتقد انها تلميحات في مقدماتها سياسيه، لكن ابعادها ونتائجها تعتبر اقتصاديه. من ضمن المحاور اللي اتكلمت فيها دكتور محمد فيما يخص هذا القرض التمويلي هي مساله الاستثمار في 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 الصناعه وفي امور اخرى. خليني برضو اذكر هنا السيد الرئيس ذكر مساله توطين التكنولوجيا واهميه توطين التكنولوجيا، يعني ليس خفى على حضرتك ولا على الساده المشاهدين ان احنا للاسف السلع الراسماليه الاساسيه في الصناعه كلها مستورده،
يعني، وحتى لو في سلعة عندنا بتبقى على استحياء وبتبقى مشاكلها كتيرة جدا يعني. أهمية هذا القرض وهذا التمويل في مسألة توطين التكنولوجيا وأن تكون عندنا سلع رأس مالية بصناعة مصرية، لأن العنوان الأهم الذي يشغل السادة الرئيس والقيادة السياسية في مصر هي مسألة صنع في مصر. خلينا أقول لحضرتك أنه نحن نتحدث عن 10 سنوات قادمة أو أكثر. كل الصناعات النهاردة اللي بتشوفها يعني حينما تعقد مقارنة ما بين الصناعة في الصين أو في النمور الأسيوية أو في ألمانيا أو في أي دولة من دول العالم وما بين الدول النامية، هتلاقي إن في فرق شاسع جدا ما بين إن هي هناك صناعات بتعتمد على التكنولوجيا، هناك استثمارات وطنت التكنولوجيا وسبقتنا بكتير. الإمارات كانت لها السبق الكبير جدا في إن هي حدثت من القاعدة التكنولوجية والقاعدة الاستثمارية عندها والقاعدة الصناعية، وعملت طفرة كبيرة جدا في ان هي النهاردة تكاد تكون بنسبة 98% عندها رقمنة في كل المؤسسات وفي رابط التكنولوجي. انت بتحاول بشكل او باخر تقول للعالم كله انه انا بسير على الطريق الصحيح. ليه بقى؟ لانه انت النهاردة لو عايز وطن صناعة بتتعلق بالتكنولوجيا وانت ما عندكش معطيات لهذا الامر. معطيات دي يعني ايه؟ يعني انت ما عندكش بنية تحتية، ما عندكش تشريعات تدعم هذا الامر، ما عندكش عقول بشرية عندها القدرة على الاستيعاب. اول سؤال بيطرحه المستثمر لما بيعمل دراسة جدوى، ادرسوا لي، بيقول لمجموعة العمل اللي معاه ادرسوا لي هذه الدولة من حيث تشريعاتها، من حيث خريطة الاستثمارات، من حيث هل النهاردة لو انا جيت استثمرت وحبيت اخرج باموالي في اي وقت اخرج ولا مش اخرج؟ ما انت لازم قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية بتاعته حل مشاكل كتير، كان واضح. فانت النهاردة بتحاول بشكل او باخر انك انت تقول له انا كمعطيات تشريعية تتعلق بالتكنولوجيا هعملها، كبنية تحتية قوية جدا هعملها، كتحديث لهيكل الصناعة وتعمل لي مدخل تكنولوجي للصناعة. خليني اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، منذ 5 سنوات او اكثر كان العالم بيسير فيما يسمى بالاقتصاد الخطي. اقتصاد خطي يعني ايه؟ يعني انت النهارده بتيجي للمصنع بتقول له خد مدخل الانتاج او المواد الاوليه، اعمل لي الصناعه بتاعتك، وبعد الصناعه بتاعتك اعمل لي اللي هو المخرج بتاعك، وبعدين النفايات. دي ابجديات اي صناعه كانت بتسير حول العالم كله. هذا الامر تغير في هذا التوقيت، ما بقاش بقى في اقتصاد خطي. النهارده ألمانيا والنمور الأسيوية والصين اتبعت ما يسمى بالاقتصاد الدائري. اقتصاد دائري يعني ايه؟ يعني انت النهارده مع انا تقدر تاخد مدخل انتاج هتسلمه لي صناعه، هتعمله لي منتج، المنتج ده ينزل السوق، الحاجه والنفايات اللي هتخرج من هذا المنتج هتخش تاني صناعه. يعني انا النهارده هوفر مدخل انتاج، هخفض من مستلزمات اللي انا هستوردها من الخارج، التلوث البيئي بالظبط، هعمل طفره كبيره جدا. ما هو اي مستثمر النهارده زي ما قلت حاجة في البدايه بيدرس هل هذه الدوله لديها معطيات تكنولوجيه، عندك تشريعات، عندك بنيه تحتيه، عندك طاقه، حجم سرعات الاتصالات كام. ما انت دي كلها تعتبر ابجديات. اي حد النهارده قاعد على ترابيزه يقول لك هاجي استثمر، ما هو هدفه ايه؟ يقدم هدف الربح، عايز يكسب. فهو لو عارف ان هو يخسر عندك مش هيجي لك. تمام. يمكن من الامور الهامه برضه هو لما نتكلم على COP27 يعني الخاص بالبيئه في مدينه السلام في شرم الشيخ، هذا المؤتمر الذي كان تظاهره عالميه كبيره على الاراضي المصريه، واللي تحدث فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي اكد كلامي دكتور محمد عن مساله الزام الدول الكبرى بما عليها من يعني امور ادبيه نظرا لانها دول صناعيه والانبعاثات الكربونيه عندها اكثر بكثير وتتاثر بها القاره الافريقيه اكثر. خلينا نتكلم على مساله يعني توقيع السيد الرئيس اكثر من اتفاقيه خاصه بالهيدروجين الاخضر باعتباره من احد يعني مصادر الطاقه الجديده والنظيفه. اتكلم هنا على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتوقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. هو ده المستقبل الحقيقي للطاقة، بس خلينا ناخد الكلام كمحور آخر. يعني مصر جاهدة جدا في مسألة الهيدروجين الأخضر، و يعني بدأنا مرحلة نعمل بنية تحتية فيه، وبدأنا النهاردة لأي حد بيعمل صناعة جديدة النهاردة بنقول له لابد أن تلتزم بمدخلات يعني بتتعلق بالبيئة أو بتغير المناخ، ويكون النفايات او يكون عندك الانبعاثات الكربونيه صفر
ده اللي احنا عايزين نصل ليه، بس مش دلوقتي، احنا واخدينها بمراحل. لكن مهما ان كنت انت على ذاك تطلعات اقتصاديه او تطلعات بمشروعات وتعمل اتفاقيات، لابد ان تنظر نظره اخرى الى العالم المتقدم. هو عايز ايه؟ ما هو احنا بعد مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ كان هناك اتفاق ان يتم تحويل 100 مليار دولار للدول الناميه حتى النهارده، حتى قالوا انها هو مؤتمر الالزام يعني. بالظبط. لكن هو الفكره كلها ان الدول المتقدمه مش عايزه كده، هي شايفه انه هذا المبلغ ضخم جدا، وهذا المبلغ مش هتقدر تديه لهذه الدول في هذا التوقيت وبالشكل الكبير، لانها شايفه ان هي ممكن يكون التاثير ده متبادل بين الدول النامية والدول المتقدمة، فما حصلش اي جدية، ما حصلش اي الزامية في ضخ هذا المبلغ. وبالتالي انت النهاردة بتحاول بشكل او باخر انك انت تتطلع يكون عندك تطلعات للطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الهيدروجين الاخضر وتعمل استدامة خضراء، لكن ده كله مرتبط ايضا انت عندك بنية تحتية قوية جدا لهذا الامر. انت محتاج تصدر تشريعات خضراء، يكون عندك قوانين تتعلق بالاستدامة الخضراء، وفي حوافز، ما انت لازم تقول هذا الكلام. تاني حاجة والمهمة جدا، لازم تدرس السوق المحلي في مصر ومجال الصناعة، وتبدأ تشوف هل انت النهاردة هتقدر تدخل الاستدامة الخضراء في كل الصناعة. طب كلفتها كام؟ تكلفة الخاصة بيها كام؟ ما هو النهاردة اي مصنع النهاردة متأثر، فعشان تيجي تقول له اعمل لي استدامة خضراء او اعمل لي تحول اخضر عندك في هذه الصناعة او في المدخل الخاص بيها، صعب عليه، التكلفة كبيرة جدا. طب الدولة هتدعم الأمر؟ صعب. لكن أنا أعتقد أنه السيد الرئيس حينما يعني يلمح إلى هذا الأمر، هو يحاول بشكل أو بآخر إلى أن يرسل رسائل إلى الدول المتقدمة، لأنه هناك لابد من هناك أن تكون هناك جهة تلزم الدول المتقدمة بدفع هذا المبلغ حتى يمكن للدول النامية أن تتحول بشكل كامل إلى كل هذه الأمور التي أعتقد لو تحولنا إليها احنا نصل إلى أرقام ضخمة جدا في المستقبل. خلينا نتكلم على التدفقات المالية الأخيرة للدولة المصرية، سواء في رأس الحكمة أو الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وحضرتك أشرت إلى يعني تعثر الاقتصاد المصري في الفترة السابقة نظرا للعوامل الكثيرة يمر بها العالم يعني، ونحن لسنا بمنأى عن الاقتصاديات الأخرى يعني. أهمية هذه التدفقات المالية في الوقت الحالي من ناحية مرونة الاقتصاد والقدرة على مواجهة المشكلات اللي موجودة بقى، سعر الدولار والتضخم والبطالة والأمور الكثيرة اللي احنا بنعانيها دلوقتي؟ أولا كأثر، لها أثر مباشر وأثر غير مباشر. أثر مباشر أنك أنت النهاردة تاخد مبلغ أعتقد أنه ضخم جدا، يعني أنت لو عددت كل ما صادر صندوق النقد الدولي ورأس الحكمة بتكلم في مبلغ 57 تقريبا، يعني انت لو نقصد ايه؟ انك انت المبلغ من جمله الاستثمارات في مساله راس الحكمه او في موضوع راس الحكمه وتيجي تقارنه ب 3 سنين لصافي الاستثمارات، احنا ما وصلناش لهذا الرقم. فلما يجي لك هذا الرقم في هذا التوقيت، وايضا التوقيت صعب جدا لان الدوله المصريه بتمر بازمه عصيبه، ازمه عصيبه في مساله التضخم، مساله عجز الموازنة والدين الخارجي والدين الداخلي. فأنت النهاردة دي تعتبر، أنا أعتقد أن الدولة الإماراتية لديها تطلعات كبيرة جدا في أن هناك بعد يتعلق به كدولة جوار أو كدولة عربية محتاجة أنها تقف بجوارها أيا كان بقى المقابل. أنت بتدي أرض، بتعمل تشارك، بتعمل صناعة، بتعمل أيا كان مسمى المقابل، لكن هذا الرقم في هذا التوقيت من دولة الامارات اعتقد انه عمل سيولة كبيرة جدا، قضى بشكل او باخر او بنسب بتصل 40% على السوق السوداء، لكن ما زلنا بنسير في خطى الاصلاح الاقتصادي ومسألة التعويم. ممكن بيعطي رسائل للعالم الخارجي ان الامارات النهاردة يا فندم كل الاونر في الشركات العالمية موجودة فين؟ في الامارات. فالنهاردة لما الامارات تستثمر بهذا الرقم، ده رسالة لانه مصر لديها تطلعات كبيرة جدا لجذب استثمارات في المستقبل وعقد مجموعة من الاتفاقيات تتعلق به كل أنواع الاستثمارات والقطاعات اللي مصر شغالة فيها. فأعتقد أنه رقم مهم جدا وتوقيته أعتقد أنه جاد جدا، لكن هناك بعض الأسئلة المهمة جدا. الاستثمار أو الحقيقي الذي يصيب جسم الاقتصاد هو اللي احنا لابد أن نعتمد عليه في المستقبل. أنت في أزمة وتم مساندتك من قبل الدولة الإماراتية،
شيء مهم جدا وشيء جميل جدا، ونحن يعني نرحب بهذا الأمر. لكن هي مسألة بتتعلق ب هناك بعض، لو هناك واحد مريض وانت بتحاول تعالجه، هل تعمل له عملية وتستأصل المرض، ولا تديله بعض المسكنات او المهدئات اللي ممكن تساعده ان هو يمشي فترة وبعد كده ممكن تعمل له العملية؟ هي اعتقد ان مسألة رأس الحكمة بهذا الامر. لكن على النقيض انا بقول للحكومة انه لابد من عمل صناعة استراتيجية، لابد من تطوير لهيكل الصناعة، لابد من ان تشارك الصناعة بنسب كبيرة جدا في حجم الناتج المحلي الاجمالي، لابد من الاعتماد بشكل او باخر على انه يكون هناك استثمار حقيقي، استثمار فعلي، يكون الدولار جاي من صناعة محلية، يكون الدولار جاي من صناعة بالتشارك مع استثمار اجنبي. ده اللي احنا عايزينه في المستقبل. لكن كاستثمار عقاري مهم جدا، كاستثمار في البنية التحتية العقارية، نحن نساعد هذا الامر. لكن هل اي دولة اعتمدت على هذا القطاع فقط؟ يعني هل اي دولة من الدول التي تقدمت، نور اسوية والصين وتركيا وبعض الدول، هل اعتمدت على هذا القطاع فقط؟ لا، كان عندها قطاعات اخرى سندت هذا القطاع في هذا التوقيت. تمام. هنا برضو خلينا اتكلم دكتور محمد، خلينا اتكلم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعني باعتبارها قاطرة التنمية في كل الدول اللي ذكرناها بقى، الصين، كوريا، الهند. يعني هل هناك مبالغ خاصة بتمويل هذه الصناعات؟ هو يعني توصل حضرتك من مبلغ الاتحاد الاوروبي ولا الاتحاد الاوروبي طبيعي جدا، وعلى فكرة بعض الاستثمارات الاتية الى مصر كلها بتساهم قطاع الصناعة، كلها بتساعد بشكل او باخر على ان تنهض القطاعات الاخرى بشكل او باخر. فالاولى والمهم جدا انك انت تساند قطاع مهم جدا وتقومه في هذا التوقيت، لانه قطاع الصناعة بالنسبة لمصر هو مسألة حياة، بالنسبة لأي دولة في العالم هو مسألة استثمارات وتحقيق أرباح. فأعتقد أن نسب كبيرة جدا من هذا المبلغ بتوجه إلى الاستثمارات الصناعية. خلينا نخرج فاصل ونعود لنستكمل هذا الحوار، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. دكتور احمد خليني هنا، دكتور محمد عفوا، خليني اتكلم على يعني اهميه مثل هذه الاستثمارات والشراكات اللي تحدثنا عنها في وضع مصر على الخريطه الدوليه وتصنيفاتها من قبل المنظمات الماليه العالميه. هو بلا شك كل هذه الاستثمارات هتساعد بشكل او باخر ان هي تحسن لك بعض المؤشرات. على سبيل المثال انت كنت بتتحدث عن معدل بطالة في 2018-2019 الى 7.5، فانت النهاردة وصلت الى ارقام كبيرة في هذا المؤشر. فانت لما تعمل صناعة وتحدث قاعدة الصناعة وتجذب استثمارات هتساعد بشكل او باخر ان هي تخفض معدل البطالة. طيب قطاع الصادرات 35 مليار وانت بتصور تقريبا ما بين 50 الى 55 مليار، في فجوة هنا ما بين الصادر والوارد، فانت محتاج تزود هذا الرقم
ويتخفض موضوع الواردات بشكل او باخر. ده حاجه. الحاجه المهمه جدا انك انت عايز كل هذه الاستثمارات تشارك بنسب بتصل الى 75% من حجم الناتج المحلي الاجمالي. ما هو ده المهم. اي دوله النهارده عايزه تنجح، عايزه تعمل صناعه، عايزه تعمل تطور، لازم يكون الصناعه اللي عندها والانتاج اللي عندها والصناعات التحويليه والصناعات الدوائيه واللوجستيات وكل هذا هذا الكلام الجميل يشارك عندك ب 75% من حجم الناتج المحلي. في هذا التوقيت انت دوله قويه جدا وتقدر تواجه اي ازمه لو واجهتك في اي مرحله. خليني قبل ما اختم الحلقه، يمكن اتكلمت انا ودكتور محمد خلال الفاصل على اهميه الانتاج. لن يكون هناك اقتصاد حقيقي وتنميه حقيقيه الا بالانتاج. المشكله عندنا في مصر في الاستيراد، احنا بنستورد اكتر ما بننتج، وبالتالي نحن في حاجه او الطلب عالي على الدولار، ودي الكارثه يعني. ويمكن انا قلت قبل كده في حلقات كتيره ان كان يجب ان فاتوره الواردات المصرية أن تقل. إحنا نقول والله إحنا نقدر نصنع قد إيه من هذه الفاتورة، ونقدر نساهم قد إيه في إن إحنا نقلل من هذه الفاتورة، وبالتالي يبقى ده الطريق الصح أو بداية حقيقية لمسألة يعني تقليل الواردات أو تقليل الطلب على الدولار. ولكن نحن نتحدث عن خطوات حسيسة وخطوات حقيقية نحو نهضة اقتصادية مصرية. في نهاية هذه الحلقة من حوار اليوم بتوجه بالشكر إلى ضيفي الكبير الدكتور محمد كيلاني، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء. كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من حوار اليوم، بشكرك شكرا جزيلا، وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.